بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. بعد أيضا، فما زلنا نعيش هذه المأساة وهي الحرب على غزة. وعندما أقول المأساة فهي في المقام الأول مأساة العجز العربي الرسمي، هذه هي الكارثة وهذه هي المأساة بحق وحقيق. وإلا الدمار والخراب هو مأساة ولكنها هينة، هذا الخراب والدمار والهدم يبنى مرة ثانية بإذن الله عز وجل، والجرحى يبرؤون إن شاء الله عز وجل، بعض الآلام والأوجاع وتبرأ الجروح إن شاء الله، والقتلى والموتى نحتسبهم شهداء عند الله عز وجل. إنما المؤلم هو العجز والتأخر عن نجدة الإخوان في الدين والعقيدة، هذا هو المؤلم فعلا، هذا العجز والشلل والضعف والذلة والمهانة والاستكانة التي تتصف بها الأنظمة العربية، هذا هو المؤلم فعلا. ونحن نرى ما يحدث لإخواننا وما يحل بهم، ونريد أن نتحرك، نريد أن نفعل شيئا، ولكن هناك موانع، بوابات ومعابر وأسلاك وجوازات وموانع أخرى تقوم بها الأنظمة تمنع المواطنين، ليتها تهيئ لهم الأجواء وتوفر لهم الحماية أيضا حتى يستطيعون أن يمدوا يد العون لإخوانهم. هناك مستجدات إما ميدانية في الواقع هناك على الساحات وعلى الجبهات، ومستجدات أيضا عالمية عجيبة جدا، عجيبة والله، الإنسان يقف أمامها متأملا ومقارنا. منذ عدة أيام قامت فنزويلا بطرد السفير الإسرائيلي من أراضيها، عجيب جدا. وقال رئيس فنزويلا، قال إن كرامتي وكرامة فنزويلا لا تسمح باستبقاء السفير الإسرائيلي على أراضينا. ما هذه الكرامة؟ ونحن أليست عندنا كرامة؟ إن كان الرجل الفنزويلي بيقول كرامتي ما تسمحش، ما إحنا اللي كرامتنا تسمح باستبقاء السفير الإسرائيلي على أراضينا؟ عجيب، واحد مخه هيشت، ده عنده كرامة، طب وإحنا ما عندناش؟ المفروض يكون عندنا كرامة أشد وأقوى. العجيب أن التصريحات دي جت في ظل أحداث معينة، الرئيس الفنزويلي لما طرد السفير الإسرائيلي، تعرفون لماذا طرده؟ لأنه بيستخف بالعقول. السفارة الإسرائيلية في فنزويلا
وزعت بيان على السفارات. البيان ده بيقول ايه؟ اما ان تساندوا الارهاب واما ان تساندونا، بمعنى ان يبقى حماس هي الارهاب والفصائل المقاومة هي الارهاب واحنا الضحية. كأن المعنى كده، الرجل اعتبر ده ضحك على العقول، تضحكوا علينا تضحكوا علينا، قال هذا لعب بالعقول، تلعبوا علينا تقولوا لنا حماس هي الارهاب وانتوا الحمل. الرجل ما قبلش، قال ده خداع، ده كده انتوا بتلعبوا بينا، ده عكس، وراح جاي طارد السفير. قال كرامتي ما تسمعش ان انا اخليه، تضحكوا علينا تخدعونا تقولوا لنا حماس هي الارهاب، ده انتوا الارهاب، عرفت؟ ثم قام بطرد السفير. واحد يشوف الاحداث بتاعه وبيقول كرامتي ما تسمحش، وانا بشوف التصريح كده وشفت الرجل وبيتكلم، قلت فين كرامتنا؟ احنا فين كرامتنا؟ واحسن مننا في ايه؟ احنا اولى. ده موقف فنزويل. تشوف موقف تركيا عجيب جدا والله، سمعت رئيس الوزراء التركي وبيتكلم بيقول، بيحكي بيقول ان رئيس الوزراء الاسرائيلي اليهودي كان عنده قبل الحرب بعدة ايام بشأن المفاوضات مع سوريا، مفاوضات السلام مع سوريا غير مباشرة، فبيقول ان انا عرضت عليه عرضا كده اقتراحات لحماس، بعض الاقتراحات لحماس بشأن التهدئة والهدنة والمساء. ده رئيس وزراء تركيا بيكلم رئيس وزراء اليهود. فاليهودي قال له لما ارجع بلدي هستشير وزرائي ورد عليه. فبيقول لما رجع ما ردش عليا وعمل الحرب بعد منها بايام. بيقول ده قلة احترام لتركيا، ده كده يبقى ما بيحترموناش لما ما ردش عليا ويكون عندي وبعد 3 4 ايام يروح يعمل الحرب، ده قلة احترام. وبعدين خد موقف قوي جدا من اليهود، من رئيس وزراء اليهود وغيره. شوف ده راجل محترم، ده بيحترم نفسه، قال ده ما احترمنيش، ده راجل عنده كرامة. الحاجة العجيب جدا ان وزيرة الخارجية اليهودية كانت عندنا احنا هنا قبل الحرب بيوم ومشت وراحت حربت، ان ما حد قال لها انت ما احترمتناش زي بتاع تركيا. هو ده بيحترم نفسه واحنا بنحترمش نفسينا؟ هو ده محترم واحنا لا؟ شوف الموقف، رئيس وزراء اليهود بيحاول يتصل بيه بقاله كم يوم ما بيردش عليه. اولمرت بيتصل باردوغان بقاله كم يوم ما بيردش، النمرة بترن وعارف مين اللي من ناحية التانية ما بيردش عليه. ادي الشخصية، ادي الكرامة، ادي العزة. وامبارح مقدمين طلب رسمي، وزيرة الخارجية اليهودية عايزة تزور تركيا، وقالوا لهم في مهمة عاجلة، قال لهم قالوا لها مش فاضي. ايه ده؟ امال احنا بنعملش كده ليه؟ ايه ده؟ واحد عمال يبص يشوف احنا وصلنا لحد فين؟ هو احنا كنا فين؟ هو احنا وصلنا لحد فين؟ تحت بتاع فنزويلة بيقول عندي كرامة، بتاع تركيا يقول مش محترميني، امال احنا ليه ما نقولش الالفاظ دي والتعبيرات دي؟ عجيب جدا. شوف بقى التعبيرات، احنا في حدث، حدث عالمي بكل معاني الكلمه، والحدث ده لسه يجيب اثار ان شاء الله، بيأثر في الدنيا كلها. امبارح رئيس ليبيا بيقول نطالب بفتح الباب امام ارسال المتطوعين، ولا ده تطور حلو لما يقول نطالب بفتح الباب لارسال المتطوعين، دي خطوه حلوه. بس انا جيت افكر اقول ايه الكلمه دي لو انا قلتها مقبوله مني ان شاء الله، يعني لما اقول افتحوا لنا الباب، انما انت رئيس دوله انت بتطالب مين؟ انت بتطالب مين؟ انت منك للرؤساء على طول، منك للقيادات، انت بتطالب مين؟ ما تقعد معاهم، ما تكلمهم، ما انت عندك السكه. انا لو قلت من هنا للسنه الجايه افتحوا لنا الباب امام المتطوعين، مين يسمعني؟ مين يسمعني؟ ولا مين حتى يعرف بكلامي؟ انت عايز تفتح الباب امام المتطوعين، ما تكلم الرؤساء،
ما تكلم دول الجوار اللي لهم بوابات ومعابر وحدود يفتحوا لك السكة، انت بتطالب بس في الهوى ولا انت عاجز؟ ما ده عجز. اتصل بفلان زميلك رئيس زيك زيه، قول له افتح لنا سكة، وانت رئيس كلمتك مسموعة. ولا عاجز؟ ما عاجز، ما هي عاجز. تخيل انت عندك مخابرات، عندك امكانيات، ما تدور لك على حتة فاضية واعمل نزل فيها، ولا هرب متطوعين، ولا تصرف. شوف التصريحات لما الواحد يقعد يفكر فيها تعرف حجم المأساة، الكارثة اللي احنا فيها. التهديم والهدم والخراب ده كارثة، بل اللي اشد منها العجز، اللي الرؤساء بيتخبطوا فيه مش عارفين يعملوا حاجة. إذا كان الرئيس يقول لك بطالب، أمال أنا أقول إيه؟ أنا هنا بقول لك بطالب إرسال المتطوعين، ده على قدي، ما أنا بنطالب وأنت بتطالب، إنما الرئيس يطالب. أنت المفروض يبقى عندك إمكانيات، أنت تنفذ مش تطالب، إحنا اللي بنطالب، أنت تنفذ. وبعدين عايزين قمة 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 ما فيش فايدة. فراح أمير البحرين امبارح قال طب بلاش، مش قادرين نعمل قمة عربية، اعملوا قمة إسلامية. هي خلاص ما عادش القمة العربية مش نافعة، ما فيش. صعب جدا، حوار صعب جدا. يعني لما تقرا الأحداث كده في عجز رسمي، العجز الرسمي ده اللي يحز يعني، ودي أمانة والله. سيدنا أبو ذر قال يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال إنك رجل ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. تضعيف، ألا تستعملني؟ خليني أمير والي. قال إنك رجل ضعيف، هو قوي بإيمان. سيدنا أبو ذر معروف في الإيمان قوي جدا، بس الإمارة عايزة نوعيات خاصة. قال إنك رجل ضعيف وإنها أمانة، دي أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. اللي ما يبقاش على قد الأمانة دي ده هتبقى عليه خزي وندامة وحسرة يوم القيامة. سيدنا أبو بكر الصديق في يوم من الأيام أراد أن يعرض على المسلمين أن يرد البيعة، أمانة لمسؤولية، فيرد البيعة في عنق المسلمين. قالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، كيف نؤخرك عن الخلافة؟ النبي قدمك، أنا نأخرك إزاي؟ لما أنت تنزل ونحلك من البيعة ونأخرك، ده النبي قدمك، أنا نأخرك إزاي؟ لا نقيلك ولا نستقيلك. فكمل سيدنا أبو بكر، هو الرجل صحيح جسمه كان ضعيف، سيدنا أبو بكر نحيل برضه، إنما رجل قوي. قال أينقص الدين وأنا حي؟ والله لا يكون هذا أبدا، والله لو منعوني عقالا حبلا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، ولا حبل ينقص حتى. ده قوي بقى، ده على قد الأمانة. وقام هذا القيام في حروب الردة لحد ما الجزيرة رجعت إلى دين الله بعد أن خرجوا منه أفواجا، رجعوا تاني أفواجا أفواجا، دخلوا فيه تاني. هذه الأمانة، وهذا الرجال اللي على قد الأمانة وقد المسؤولية. الأمة دي أمانة كبيرة جدا، الشعوب والدين والعقيدة والحق دي أمانة كبيرة جدا، بس الأمانة مضيعة. زي ما قلت لك الشعوب عايزة تعمل كتير، والشعوب هادرة تزمجر وتزأر، الشعوب بتموج، بس يتفتح لها الأول تعمل حاجة، بس في قيود. مين اللي انما على اي الاحوال في تحسن. لما رئيس ليبيا خلاص في الاخر يقول لك افتحوا الباب، اكيد محسن من ما فيش، كانش بيقول، قالها من الضرب الجامد هناك، الوحشيه بتاعت اليهود المقاتلين في الساحات وحدهم. مين معاه؟ مين بيبعت لهم سلاح؟ فيش. مين بيبعت لهم اموال؟ مفيش. مين بيبعت لهم رجال؟
لا رجالة بيروح ولا أموال ولا سلاح، سبناهم. اليهود قاموا باستدعاء 10,000 من الاحتياطي غير الجيش الكبير بتاعهم اللي هم داخلين ب30,000 في الحرب دي، وجايبين 10,000 احتياطي كمان. طب مين الاحتياطي بتاعت حماس؟ المفروض احنا كلنا كده احتياطي، احدى الاحتياطي. والجيوش العربية مليانة، ولا 10,000 احتياطي ولا واحد احتياطي، والمفروض كلنا احتياطي اللي هناك. ربنا القوي قوي وجبار منتقم ورقيب شهيد سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فأحوال صعبة زي ما قلت لك، ومحتاج فيها دروس كتير وعبر كتير. هناك الأحوال طبعا صعبة، واليهود مفسدون، هي طبيعتهم الفساد. اليهودي في طبيعته الفساد، لازم يفسد، لازم يفسد في الأرض. مستشفى ممكن يهدمها، جامع ممكن يهدمه، مدرسة ممكن يهدمها، أرض زراعية يبورها، بيت يهده، الناس يجرحهم ويتعبهم، طبيعة اليهود. ويفسد كل حاجة، حتى الفطر السليمة طبيعة اليهود يفسدها. لازم يفسد الفطر بتاعت الناس. فمثلا الناس الفطرة بتاعتهم التستر، ان يلبسوا. لا، اليهود لازم اليهود يعري الناس، فيعمل شواطئ العراء والناس تقلد. هي اليهودي يفسد كده الفطر، عرفت؟ الحاجات، في حاجات كده عيب والحياة لا يكشفها. يقول لك احنا عايزين نوصل بالناس ان الرجل لا يستحي من عورته. الفطرة الانسان بيستحي حتى من نفسه. سيدنا ادم لما ظهرت السوءة على طول طفقا يخصفان عليهما من ورق الجن. لا، اليهود مش عايزين كده، عايزين الموضوع يبقى عادي جدا والانسان لا يستحي من كشف عورته. واليهود دايما يحبوا الدمار والخراب والقتل والدم، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأنا، ويحبوا القتل، موضوعات القتل الكتير. لذلك تلاقي مثلا مدينه السينما في هوليود والمخرجين والكتاب والممثلين اليهود، لازم تلاقي فيلم ايه؟ كل فيلم في مسدس، في رشاش، في بندقيه، في قتل، في جرائم كده، وينشروها في العالم كله. أفلام العنف ده كتير جدا، وينوعوها، يقول لك ده كوبوي وده مش كوبوي، عنف ومجون وزنا واختلاط، يفسدوا الفطر. لازم يفسد لك الفطر وينشر. وما أنا ما جيتش بالسينما ومنزلها في المجلات، ما جيتش في المجلات ومنزلها في الصحف، ما جيتش في الصحف وبيعمل لها قنوات فضائية، إفساد. طبيعة اليهود الفساد، فكده كده يفسد، يحب يدمر المساجد. يقول لك المساجد دي مخازن أسلحة، يا كذاب، مخازن أسلحة؟ ده هدمين 10 مساجد ولا مسجد لو تحت منه صواريخ، ولا مسجد لو تحت منه صواريخ. فما نفعتش الكذبة دي، فقال لك أصل القادة بيستخبوا في المساجد. كلام ده، بيستخبوا في المساجد. جابوا مسجد قصفوه الفجر، المؤذن قال الله أكبر 4 مرات، الأربع الأولانيين الله أكبر هو الوحيد في المسجد. قصفوا المسجد، سووه بالأرض، وقتل المؤذن. يا بختو. بس أنا أقول لك الكذب بتاعهم، أنت تقول لك القادة بيستخبوا في الجامع، القادة فين هم؟ الجامع ما فيش غير واحد المؤذن، فين القادة؟ يقول لك سلاح. طب طلع فين السلاح اللي طلعوه من تحت الجامع، ولا حتى كان ينفجر ولا حاجة؟ إنما حتة الفساد. وبعدين قصفوا المسجد فمرة برضو ساعة صلاة المغرب، والمسلمين بيصلوا المغرب، قتل منهم 13 واتجرح منهم العشرات، مرة يضرب الفجر مرة يضرب المغرب. هم القادة دول يعني ما بيطلعوش الجبهات والساحات. طب استنى لما يطلع بره، استنى لما يمشي ولا
كذب. طبيعه الفساد والافساد عند اليهود، احنا في مأساة كبيره جدا. المأساة العالم، الحمد لله الاحداث دي كشفت اليهود قدام العالم الحمد لله، بعد لان هم كانوا متحكمين في كبريات الصحف العالميه، عندهم الصحافه دي متحكمين فيها على مستوى العالم، كان 60% من الصحف العالميه الكبيره معاهم مع اليهود، ودعايه مجلات وقنوات. الحمد لله الشعوب دلوقتي خلاص عرفت اليهود وحشية اليهود وفساد اليهود اللي كانوا مخدوعين فيهم، الناس عرفوا كل حاجة. شوف الأطفال، أطفال كتير جدا، 220 طفل، ايه ده؟ ايه اللي بيموت الأطفال واللي بيموت النساء وعائلات واللي بيضرب المدارس؟ المدارس بتاعت الأونروا يقول لك كان فيها سلاح ومش سلاح، الأمور تكشفت والشعوب فاقت اتحركت، والشعوب النهاردة الحمد لله تهزت وترجت وفاقت. ده مين اللي كان حيفوق الشعوب ده؟ إيه اللي حدث زي ده؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، شعوب فاقت، ده الناس كانوا في لهو خلاص، الناس فاقوا دلوقتي بقوا متابعين القضية ليل ونهار، والناس عايزة تعمل حاجة خلاص. الحمد لله الحمد لله، فالأمور يعني تسير لصالحنا والحمد لله. ده بالنسبة للأحداث، أما على الجبهات الأمور الحمد لله ماشية كويس يعني، وربنا يقويهم ويعينهم. الضغط جامد جدا، طيارات، أحدث طيارات اللي F-16 واللي الأباتشي، نسمعهم عن أسامي كده والسماء ما بتبطلش. ربنا القوي والله يا اخي، الواحد وبيجيبوا الغراض دي على الهواء بالليل، شو احنا نايمين ازاي بالليل ضلمه وازيز الطيارات ايه ما بتهمكش؟ مش بني ادمين اللي تحت دول؟ مش بني ادمين دول؟ وازيز الطيارات ليل ونهار ما بيتقطعش، وخد بالك وتيجي الطياره ترمي ترمي، انا بشوف اشوف القنابل نازله والصواريخ، ربنا يشلكوا ربنا يشيلكوا. نفس الطيارات دي الواحد بس لو يقدر حتى يطير كده ويحط نفسه تحت القنبلة عشان ما تنزلش على الناس، حكمة ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا نحسن الظن بالله، والله نحسن الظن بالله ونستبشر خيرا، نحسن الظن بالله ونستبشر خيرا وننتظر خيرا. الأدعية اللي في الجوامع، الدنيا كلها بتدعي، الدنيا كلها بتدعي، المسلمين بيدعوا بيدعوا بحرقة من القلوب، لا والله ربنا مش هيخيبنا، بس في احوال بتتصلح، في نفوس كانت سيئه بتتصلح، في اعداد من الامه لسه تايهه، يمكن طول الحرب دي عشان لسه في اعداد تايهه. صحيح الناس هتموت وتتقتل في غزه، بس امه بتحيا، احنا مش عارفين الاخضر ماشيه ازاي. انا وانت عايزين الموضوع ده يقف الليله، بس يمكن لو استمر، علشان في امم شعوب أعداد ملايين ملايين من الناس بتفوق، ولا إن كان دي حكمة يعني. الحمد لله نستبشر خيرا إن شاء الله، في خير، في خير جاي، والمرحلة اللي جاية غير اللي فاتت تماما تماما إن شاء الله عز وجل. ولعل المسلمين يعني يعرفوا إن القوة يعني هي بتأثر في الأحداث. امبارح مجلس الامن طلع قرار بادانه بوقف، ولما تقرا الاحداث يقول لك ان فرنسا طلبت تاجيل التصويت ليوم واحد والعرب ما وافقوش. اقول لك الاحداث، وان يقول لك ان وزير الخارجيه السعودي قابل وزيره الخارجيه الامريكيه وطلبت هي كمان تأجيل التصويت يوم، قال لها لا بكرة الجمعة، بكرة الجمعة، يعني لو ما طلعش القرار النهاردة الشعوب مش هتسكت، فبيضغط عليها لها بكرة الجمعة تجمعات هائلة وده يوم الغضب ويوم نصرة الشعب، لو رجعنا من غير قرار الوضع مش في صالحكم، الناس هتيجي حتى على مصالحكم انتوا كمان مع اليهود. الضغط خوفها،
طبعا الشعوب بتزأر، جماهير كتير جدا، في حركة، في موج. فخوفها، قال لها بكرة الجمعة، كلام ده على امبارح بالليل، لا بكرة الجمعة لو ما طلعش القرار النهاردة الليلة الناس بكرة تعمل عمايل في صلاة الجمعة. ومندوب فرنسا برضو طلب التأجيل ليوم واحد، قال لهم ما نقدرش، ده آخر يوم لينا احنا راجعين، لو رجعنا من غير القرار ما نقدرش. فطبعا برضو خايفين على الأنظمة العربية للجماهير تاخدها في السكة وتيجي قيادات تانية أمريكان ما يعرفوش يتحكموا فيها يسيطروا فيها، وهي دي النوعية اللي جاية بإذن الله. إمتى الله أعلم، السنة دي السنة الجاية بعد 5 سنين، بس في نوعية جاية من القيادات دي إن شاء الله. فهم خايفين على مصالح الضغط، القوة حلوة ده، ما تستفادوا، ما تضغطوا على أمريكا وطلع القرار. أمريكا امتنعت عن التصويت ليس حبا في العرب ولا حبا في أهل فلسطين ولا تخليا عن اليهود أبدا، هم عارفين أن اليهود مش هينفذوا القرار، عرفت؟ بس هي لغة المصالح والقوة والضغط. فلو أن احنا استمرنا في الضغط نضغط على أمريكا ونضغط على اليهود، نضغط على الدنيا كلها، بس نضغط، علي صوتك، كلم، طالب، هل عندك قوة؟ هذه الأمور يعني صعب، صعب جدا يعني، بس ربنا معاهم، ربنا معاهم. اللي يدعي يا جماعة يدعي جامد، يدعي جامد جدا، لأن المجاهدين محتاجين دعوات يعني ترفع إن شاء الله عز وجل. كنا بنتكلم في غزوة بدر الكبرى والتي كانت في يوم الجمعة 17 من رمضان، بالمناسبة قبل أن أنسى، يوم الاثنين إن شاء الله في الندوة السلفية الكبرى لمناصرة الشعب الفلسطيني مسجد الفتح الإسلامي مصطفى كامل. يريد والله يا جماعة احنا نروح بأعداد هائلة، حدش يتخلف، كله يروح، والندوة هتبتدي العشاء. انت حضرتك ما تروحش العشاء، ده انت روح المغرب، روح العصر، خلي الدنيا تسمع. احنا وغيرنا الحمد لله كله يعني بيناصر، وهي انت بس حركة منك، خطوات تمشيها في سبيل الله عز وجل. فيوم الاثنين بعد صلاة العشاء الندوة لمناصرة الشعب الفلسطيني تحيطيها فضيلة الشيخ السيد عبد العظيم، فضيلة الشيخ ياسر بورامي، فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد. فالكل مدعو للمشاركة، ولما تروح ما تروحش لوحدك، خد حد معك، خد حد. بالمناسبة الإخوة في صلاة الجمعة جمعوا بعض التبرعات، ومن الحاجات الطريفة واحدة من الأخوات يعني تبرعت بخاتم، وبنتها صغيرة تبرعت بالتوكة، ده غالية قوي التوكة دي، ده توكة للأطفال غزة، يا ريت والله توصل زي ما هي كده. حاجات انت تقعد تتأمل ايه اللي بيحصل، أمة بتتحسن، في نماذج في الأمة أنت تقف قصاد منها تقول الخير جاي، أستبشر خيرا بإذن الله عز وجل. غزوة بدر كانت في شهر رمضان، كانت في يوم الجمعة 17 من شهر رمضان سنة 2 من الهجرة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، والكفار أيضا وقفوا عريش يستغيث بالله عز وجل ويدعوه، ويدخل عليه أبو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله كفى مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمر في الدعاء، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم أبدا. يستغيث بالله ويستنزل رحمة الله عز وجل. حتى دخل أبو بكر في لحظة من اللحظات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أغفى إغفاء، قال أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل على ثناياه النقع تراب آخذ بعنان فرسه في مدد من عند الله عز وجل، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة
مردفين. نزلت الملائكة واستبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام يحمس المسلمين مرة ثانية للقتال، للحرب. النبي كان يخرج يأمر المسلمين ويرجع العريش، يخرج يسوي صف ويرجع، يخرج يأمر المسلمين بأوامر ويرجع. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى توجيهات للصحابة الكرام رضي الله عنه وارضاه، يقول يعني إن كسبوكم طلبوا منكم فارموهم بالنبال واستبقوا نبلكم، فإذا غشوكم فسلوا السيوف. فنون الحرب والقتال، التوجيهات. النبي يقول لهم طول ما هم بعيد يبقى ارمي بالسهام، لما يلحم فيك طلع السيف عشان ما حدش يطلع السيف بدري، يمكن يلخمه ولا حاجة، حدش يطلع السيف في وقت مش وقت السيف. توجيهات، نصايح مهمة جدا، ترتيبات بغاية الأهمية. النبي يقول لهم ارموهم الأول من بعيد، والرمي ده يعني شيء بشيء يذكر. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. سيدنا عقبة بن عامر والحديث في البخاري ومسلم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة هي الرمي، ألا إن القوة هي الرمي، ألا إن القوة هي الرمي. الرمي ده مهم جدا، ده قوة. والنشان، النشان التصويب، ها، ودقة التصويب وإصابة الهدف والمهارة والدقة، هي دي القوة، ده مبدأنا إحنا. خد بالك، ترمي بالسهم، ترمي بصاروخ، ترمي بقنبلة، الرمي ده هو القوة. فين العرب لما يطبقوا الآية؟ مش ده قرآن؟ اليهود خدوا التوجيهات بتاعتنا، فهم عندهم الرمي، طيارات ترمي بصواريخ على الهدف، تنزل أو جنب الهدف، ولا الرمي بيرموا قنابل ويرموا صواريخ. أمريكا عملتها في العراق وعملتها في أفغانستان. لازم الجو والسماء، الرمي ده يكون بتاعنا، من السماء، من الأرض، من البحر، ده بتاعنا احنا. إنما السيف والالتحام المباشر والحاجات دي لسه مرحلة، بس القوة الرمش. دي أوامر قرآنية. المقصد النبي قال لهم ترموا الأول، ولما يلحموا فيكم سلوا السيوف. والنبي برضو دخل عليه الصلاة والسلام وطلع تاني، وكان حصلت مبارزات، وفعلا بدأ الكفار رموا، وجايين من بعيد المسلمين رموهم، لحد ما الكفار خلاص قربوا قوي حيلحموا في المسلمين وهم جايين. فالنبي عشان طلع المرحلة بقى خلاص الالتحام القتال، فالنبي يقول للصحابة: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا دخل الجنة. اللي هيقتلهم النهاردة ويقتل، خلاص النبي يقول لهم بقى ايه؟ قتال، موت، قتال حتى الموت. والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا دخل الجنة. طيب وبعدين؟ والنبي حثهم أمر، ثم قالهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يلا الجنة قدامكم، الجيش جاي. النبي يقول لهم قوموا إلى جنة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات، يعني الجنة قدامكم مش هتخشوها غير لما تموتوا، تقتلوا في القتال. شوف النبي يحفزهم ان هم هيخش يقاتل عشان يموت، مش عشان يرجع تاني ويعيش. فالنبي لما قال لهم كده: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، الجنة قدامكم اهي، لو قتلتوا هنا تخشوا الجنة. فقال العمير بن الحمام: بخ بخ يا رسول الله.
النبي يقول له ما حملك على قول بخيل به؟ قال لا والله إلا رجاء نكون من أهلها. قال أنت من أهلها، أنت منهم. الوحي على طول نزل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي موصول بالوحي. اللي ما حصلش ربنا بيعلمه سبحانه وتعالى، علام الغيوب. فالوحي أطلع النبي أن عمير بن حمام من أهل الجنة، هيقضي النهاردة ويموت يخش الجنة. وفعلا ده اللي حصل، أخرج العمير بن حمام تمرات من قرنه فجعل يأكلهن، مطلع تمرات من مثلا كيس ولا حاجة معاه وبيأكل التمر، ثم قال لئن أنا بقيت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فألقى التمر ثم دخل في القتال فقاتل حتى قتل. سبحان الله، انت متخيل ان هو مطلع مثلا قديم تمرات، اخرج من قرنه تمرات ياكلهن، ومطلع كم تمره كان بياكلهم؟ اوعى تتخيل انه مطلع كيلو بلح، عدة تمرات 5 6 3. فبيقول انا لو لما اعيش لما اكل الثلاثه دول ولا الخمسه ولا السبعه دول، لما عيش الوقت ده حياة طويلة، الجنة مشتاق، حياة طويلة. لما أخلص التمر وبين أخش في القتال أقاتل حتى أقتل، أعيش الفترة دي أكل التمر وبرضه هخش عشان أقتل، ده حياة طويلة. أول ما كانوا يسمعوا سيرة الجنة عايز يخش دلوقتي أهو. المشتاق للجنة يعمل عمايل، يستطيل الحياة، عنده شوق. نبقى لهم الجنة قدامكم واللي قدامهم الكفار، بس لو قتلوا في حرب الكفار يخشوا الجنة، فهيخش يقاتل ليقتل، مش راجع تاني، وقاتل حتى قتل. شفت؟ وبرضو النبي بيتكلم عليه الصلاة والسلام بيقول لهم اللي بيقتل يعني صابر ومحتسب مقبل غير مدبر يخش الجنة. فواحد من الصحابة سأل سؤال عجيب وسؤال غريب. الصحابي ده هو عوف بن الحارث. عوف بن الحارث ده شوف لما الثلاثة بتوع الكفار طلعوا يقولوا هل من مبارز، طلع لهم عوف ومعاذ، دول اخوات، وعبد الله بن رواحة. فالكفار قالوا لهم من أنتم؟ فعوف قال عوف أنا عوف بن الحارث ومعاذ بن الحارث عبد الله بن رواحة. قالوا أكفاء كرام لا حاجة لنا بكم، أخرجوا إلينا أكفاءنا من بني قومنا من بني عمنا. فالنبي قال قم يا عبيدة، قم يا حمزة، قم يا علي. أدي عوف أهو اللي دخل اللي كان حيبارز وهم رفضوا، والنبي بيتكلم. فعوف بيسأل سؤال، عوف إيش السؤال عجيب جدا؟ قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يضحك الرب من عبده، ما يضحك الرب من عبده. فالنبي يقول له غمسه يده في العدو حاسرا، اللي يغمس يخش في العدو من غير درع، اللي يخش كده من غير درع وقاية، اللي داخل عشان يموت عشان يقتل، مش داخل عشان يعيش ويرجع تاني، اللي داخل عشان يموت، اللي عمل الفعل ده وصنع الصنيع ده، هذا الصنيع يضحك الرب من عبده، ضحك يليق بجلال الله عز وجل. النبي يقول في الحديث من ضحك الله إليه لا يعذبه. الصحابة عارفين الأسماء والصفات، عارفين الأسماء والصفات، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضحك الله إليه لا يعذب. فبيسأل ما يضحك الرب من عبده عشان ما تعذبش، عشان ربنا يضحك عليه وما يعذبنيش، إيه اللي يضحكه مني؟ ضحك يليق بجلال الله عز وجل. فالنبي قال له العبد اللي يغمس يده في العدو حاسرا يضحك الله منه، ربنا يضحك لا يعذب. فنزع درعا كانت عليه وقذف بها ودخل في القتال فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ايه النماذج دي؟
علم، ثق، إيمان، شوق للجنة، شو نوعيات. برضو في الصف سيدنا عبد الرحمن بن عوف، طبعا أنا بقول لك الحدث قبل ما يحصل وبعد ما يحصل. الأسئلة، عوف لما سأل كان النبي موجود لسه، الكفار ما هجموش يعني، وعمير بن الحمام كان لسه ما هجموش لما سمع بس الجنة وش الجنة والتمر، وأول ما جم دخل على طول. برضو قبيل لبدء القتال بحاجة بسيطة، الصف موجود، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه واقف، وعلى يمينه شاب وعلى شماله شاب. اللي على يمينه معاذ ابن عمرو بن الجموح، واللي على شماله معوذ ابن عفراء، ومعوذ ده اخو عوف، امهم عفراء، فنقول عليهم ايه؟ عوف ومعوذ ابن الحارث، ونقول عليهم عوف ومعوذ ابن عفراء، ينسميهم باسم ابوهم او باسم امهم. على فكره الناس يوم القيامة بتدعى باسم ابائها، اين فلان ابن فلان. ان الناس العوام بتوع بلدنا مفكرين ان الانسان بيتنادى يوم القيامة باسمه مش امه، مش عارف الكلام ده غلط. مهم، فمعاذ بن عمرو بن الجموح شاب، واخوه معوذ شاب، وشوف الاخوه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال يا عمي، لان هم صغيرين في السن، يا دوبك عدوا ال 15 بحاجه صغيره، يا عمي اين ابا جهل؟ فين ابو جهل في وسط دول؟ عبد الرحمن بن عوف يقول: فمن امن فلم امن بمكانه. انا قلت ايه ده جايبه في الصف وصغير بيسال السؤال ده؟ يقول: فقلت له يا ابن اخي وماذا تصنع به؟ انت سنك صغير تتكلم على ابو جهل، تسال ابو جهل على اعلى واحد، زي مثلا واحد يقول لك هو اولمرت نلاقيه فين مثلا، يعني انت بتنشن على اعلى حاجه. زي اخ مره جزاه الله خيرا، انا نسيت الاخ ده مين، بس كان يعني شيء بشيء يذكر يعني، والله في اصل في نماذج يا جماعه لازم تتحكم. اخ بيحكي لي كده، بيقول شاف هو نايم ان احنا دخلنا حرب ضد اليهود، خدت بالك؟ فبيقول الحمد لله في الحرب ديت ربنا يحقق ربنا ينولنا كده ان شاء الله، انا نفسي ربنا يطول في عمري واعماركم ونحصل. فهو نايم شاف يعني رؤيه حلوه قوي، شاف ان هو بيحارب اليهود وانا ايه معاه يعني ومع الاخوه كده، فلقينا كده، هو بيقول احنا لقينا كده اليهود وبتاعه، وبعدين لقينا ايه جنود، ولقينا شارون، فهو حب دخل عشان يقتل شارون، قال لي بصيت لقيتك فقلت ايه اقتله انت يعني. جزاك الله خيرا والله يا اخي، جزاك الله خير، ربنا ينولنا من رقابهم يعني. ان هو عايز شارون بس لما شافني قال لي ايه طب انا اثرك اني يا رب يمكننا من شارون واولمرت واللي جاي بعد اولمرت ويرزقنا. فالشبان بيسالوا ايه عن اعلى حاجه، فعبد الرحمن بن عوف يقول له يا ابن اخي وماذا تصنع به؟ قال: اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلني خبر انه بيسب النبي، بيشتم النبي، والذي نفسي بيدي لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا، والله لو قابلته وشاورت لي عليه وقربت منه لا يفارق سوادي سوادة، جسمي وجسمه مش هيفرقوا بعض، مش هسيبه طول اليوم حتى يموت الأعجل منا، لحد ما يموت اللي ربنا مقدر له الموت الأول. لو أنا ربنا قدر الموت الأول خلاص لحد ما أموت يا ما هو الله. الكلام ده كان سرا. يقول وغمزان الاخر الناحيه الثانيه: يا عم اين ابو جهل؟ وما تصنع به يا ابن اخي؟ قال: اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيد الله ان لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الاعجل منا. فاشرت لهما اليه، يقول فابتدراه حتى قتلاه. رحولوا لحد ما قتلوه. ازاي قتلوه؟ دي قصة، ده موقف. تشوف معاذ بن عمرو بن الجموح وصل ازاي لابو جهل، دي قصة سوف نتناولها
إن شاء الله في لقاء آخر. نسأل الله أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم افتح للمسلمين أبواب الجهاد في سبيلك. اللهم بلغنا منازل الشهداء. اللهم بلغنا منازل الشهداء. اللهم بلغنا منازل الشهداء. أقول قولي هذا، الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.